شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روى الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه نهج البلاغة عن إمام المتقين ومولى الموحدين علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. هذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه توجد فيها احتمالات متعددة، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى معنيين. المعنى الأول: القرآن الكريم يحتوي على مجموعة من القيم، يحتوي على مجموعة من الأحكام، يحتوي على تعاليم أخلاقية، يحتوي على مجموعة من الآداب الاجتماعية. كل واحد منا نحن المؤمنين ينبغي عليه أن يحاول أن يكون سباقا إلى تجسيد هذه القيم وإلى تطبيق هذه التعاليم الأخلاقية. هنالك مشكلة كثير من الأفراد يبتلى بها، وهو أنه ينظر إلى الواقع القائم الذي يعيشه، يشوف هذا الواقع، يلاحظ المجتمع الذي يعيشه، ويحاول أن يكون مثل هذا المجتمع. وهذه الحالة حالة خاطئة،
المؤمن دائما في مجال المعنويات يجب أن يكون نظره إلى القمم، يحاول دائما أن يكون متفوقا، يحاول أن يكون سباقا. إذا لم يكن أسبق من الآخرين، على الأقل يحاول أن يكون في الرعيل الأول. القرآن الكريم يحتوي على قيمة الصدق والصادقين. من هو النموذج الأعلى للصدق؟ من هو؟ طبعا بعد النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ذاك مقام لا يمكن أن نصل إليه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أما وإنكم لا تقدرون على ذلك. ولكن من هو بعد النبي الأعظم، بعد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، من مثل قيمة الصدق في حياته؟ من هو النموذج الأعلى؟ إحدى النماذج العليا أبو ذر الغفاري: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. نحاول أن نكون كأبي ذر، إحنا نحاول أن نكون مثل أبي ذر. هل يمكن أن نكون كذلك؟ أبو ذر من كان؟ أبو ذر كان واحد مثلنا. أبو ذر هو رجل مشرك، واحد من المشركين الذين أشركوا بالله، الذين كانوا يعبدون الأصنام، وقبيلته قبيلة قاطعة للطريق، قبيلة معروفة كانت تقطع الطريق على المسافرين وتسلبهم أموالهم. وإذا بهذا الرجل المشرك يتحول إلى ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. من هو المثل الأعلى في العفو في الصدق؟ لا ننظر إلى المجتمع، لا ننظر إلى قرنائنا وزملائنا، وإنما نحاول أن ننظر إلى أبي ذر وأن نكون كأبي ذر. وفي حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما رام امرؤ شيئا إلا بلغه أو دونه. إما نصل إلى مستوى أبي ذر، وإما قريب من مستوى أبي ذر بإذن الله. من هو المثال الأعلى للعفو بعد النبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين؟ إحدى الأمثلة العليا مالك الأشتر في تلك القضية المعروفة، الذي ذهب إلى المسجد ليستغفر لمن رماه. في العفو نحاول أن نكون كمالك الأشتار. من هو النموذج الأعلى في العبادة؟ إحدى القيم المذكورة في القرآن الكريم قيمة العبادة، إحدى النماذج العليا أويس القرني، نحاول أن نكون مثله. من هو المثل الأعلى في بر الوالدة أو في بر الوالدين؟
إحدى النماذج العليا هو هذا أويس القرني في قضية معروفة الخطباء الكرام ينقلونها، نحاول أن نكون مثله. إذا صممنا أن نكون كذلك نكون بإذن الله كذلك. لا يسبقنكم بالعمل به غيركم، ليكون واحد متقدم عليكم، إما أن تكونوا متقدمين على الآخرين وإما على الأقل أن تكونوا في الصف الأول. هذا هو الاحتمال الأول في معنى هذه الجملة. الاحتمال الثاني في معنى هذه الجملة: القرآن الكريم يحتوي على مجموعة من القيم، هذه القيم تعتبر ركائز للحضارة. إحنا إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا من هذا الواقع القائم، من حالة التخلف التي نعيش فيها، هذه القيم هي العلاج وهي الحل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الله الله في القرآن، يعني أذكر الله، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الآخرون الأجانب الكفار يأتون ويعملون بالقرآن ويسبقونكم في ذلك. هل الكفار يعملون بالقرآن؟ الجواب نعم. كل ما تجدونه من تقدم في بلاد الكفر إنما هو ببركة عملهم بالقرآن الكريم ولو في حدود. نحن أهملنا هذه الآيات، نسينا هذه الآيات، أعرضنا عن هذه الآيات، فابتلينا بهذه المشاكل. واحد من كبار اليهود، تعلمون أن اليهود كانوا أمة لعلها أذل أمة على وجه الأرض، والسبب في ذلك واضح، لأن اليهود أينما ذهبوا كانوا مثار للفساد والإفساد دائما. ولذلك اليهود أينما كانوا في أي بلد كانوا كانوا منبوذين، أهل البلد كانوا ينبذونهم. 2000 عام اليهود كانوا مشردين، كانوا أذلاء. واحد من كبار اليهود الذين غيروا واقع اليهود إلى هذا الواقع الذي تجدونه الآن، اليهود بيدهم كثير من مقاليد السياسة العالمية، الاقتصاد العالمي، يتلاعبون ببلادنا. قالوا لهذا الرجل: كيف استطعت أن تنقل اليهود من تلك الحالة إلى هذه الحالة؟ قال: في الواقع أنا كنت أفكر مدة طويلة لماذا نحن نعيش هذه الحالة، وكنت أقرأ الكتب المختلفة حتى أجد مفتاح الحل. حتى وصلت في مطالعاتي إلى هذه الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التغيير لا يكون بالأماني بالآمال، من يعمل سوءا يجزى به.
وصلت إلى هذه الآية فوجدت أن هذه الآية مفتاح تغيير حالتنا نحن اليهود، وبدأت بالعمل وغيرت واقعنا. الكفار أخذوا بالقرآن الكريم بمقدار ما أخذوا تقدموا. الآن بلاد الغرب مع كل الملاحظات التي عليها، مع كل المشكلات التي فيها، ولكنهم عندهم مبدأ من مبادئ القرآن الكريم بمقدار، الوالد رحمه الله يقول 1%. القرآن الكريم يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قانون الحرية، هذا قانون من؟ قانون القرآن. من اللي أخذ بهذا القانون؟ إحنا المسلمين ما أخذنا بهذا القانون، بلادنا بلاد الكبت والإرهاب. الغربيين أخذوا بهذا القانون، قانون الحرية، 1%، فتقدموا هذا التقدم الهائل. الشورى قانون من؟ قانونهم أو قانوننا؟ القرآن الكريم يدعو إلى الشورى وأمرهم شورى بينهم. إحنا عندنا شورى؟ في عوائلنا أكو شورى؟ في مجتمعاتنا أكو شورى؟ في دولنا أكو شورى حقيقية؟ الغربيون أخذوا بقانون الشورى 10% مثلا، وحققوا هذا التقدم الهائل. قانون الأمة الواحدة، هذه الآيات التي نسيناها، قانون الأمة الواحدة في القرآن الكريم مذكور. القرآن الكريم يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة. عندنا الأمة الواحدة إحنا أو الغربيون عندهم بمقدار الأمة الواحدة؟ الآن دا يوحدون أنفسهم شيئا فشيئا. الأخوة موجودة في القرآن الكريم، عندنا قانون الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. إحنا في بلادنا منطق الأخوة حاكم، أو منطق أن هذا أجنبي. هذه الآيات أعرضنا عنها، الأمة ككل، الآخرون عملوا بها فتقدموا. لا يسبقكم بالعمل به غيركم. إحدى الآيات التي نسيناها إحنا كثير من قانون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا قانون القرآن الكريم يأمر به. الآن بلاد المسلمين مليئة بالفتيات العانسات، ومليئة بالشباب العزاب. هذا معناه قال الله وأقول. أنا ذكرت لأحد الشباب لماذا لا تتزوج؟ قال ما أتمكن، مشكلات مادية تمنعني من ذلك. فقلت له هذا معناه قال الله وأقول، لأن الله تعالى يقول وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يعني الفقر لا يكون عقب أمامكم. الله تعالى يقول أقدم، ولكننا نقول قال الله وأقول، عملا نقول هذا الكلام. نحن ينبغي علينا أن نحاول العودة إلى القرآن الكريم. في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سعادتنا في الآخرة وفي الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
لذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي.